السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي بارك الله فيك يا شيخ. أنا على أبواب الزواج، أرجو أن تدعو لي بالتفخير وتدعو لأمي بالشفاء العاجل. الله يسهل أمرك وعافي أمك مني. سيدي خطيبي أجنبي، اشترطت عليه الدخول الإسلام فقبل، لكنه طلب مني عدم إخبار والديه لأنهم مسيحيين، هل يجوز ذلك؟ وسؤالي الثاني. لا عفوا عفوا، أعيد السؤال. خطيبي أجنبي، اشترطت عليه الدخول للإسلام فقبل، لكنه طلب مني عدم إخبار والديه لأنهما مسيحيين، هل يجوز ذلك؟ وهو عفوا صبرا صبرا، هو سيسلم فقط من أجل الزواج بك ولا يريد أن يخبر أحدا، أم سيشهر إسلامه؟ لا يا سيدي، هو يريد أن يسلم بنية الإسلام، لأنني شرحت له كيف هي الشريعة وشرحت له كل شيء، فقرر أن يسلم. إذا أسلم بنية، ولكنه لا يريد أن يقول لوالديه احتراما لمشاعر. إخبار والديه ليس بواجب، لكن تأكدي أنه يسلم ابتغاء وجه الله، بارك الله فيك. أما إخبار والديه فليس بواجب.